اما سعد بيلعب بتنى بيه الاول الماتش لاخر الماتش، يا رب الاهلي يكسب، يا رب الاهلي يكسب. دلوقتي بدعي برضه، بس اما سعد بيلعب اكتر. الحاج سمير عندنا قناه الاهلي بينام عليها لحد الصبح، يعني ممكن اخرج من الاوضه اللي احنا بننام فيها، الشاشه في الاوضه بتاعتنا، قلت انه بيتنوا مشغل قناه الاهلي تو ما يخش البيت لحد ما يصحى الصبح ويروح الشغل. قناه الاهلي عنده الاهلي دي يعني العيش بتاعه. هو مش اول مره يعني برضو اتصاب غرز كتير في وشه والدم في وشه. اقول له يا حبيبي ما ينفعش، غلط. يقول لك لا عشان ما اسيبش النادي. يعني اتعور كتير وبيجي على نفسه كتير، يعني اتعور هنا حته كبيره، كان ماتش الزمالك ونزل لعب وهو الدم فيه المفروض يقع كذا غرز، زي 7 غرز. يعني بيبقى فرحان عايز يدخل يجيب كل الاجوان. كابتن سعد ربنا يصلح لك حالك ويسعدك ويخلينا في ولادك يا حبيبي، وتبقى احسن من الاول ان شاء الله. وبقول للجمهور بقى خليكم مع نادي الاهلي وان شاء الله هيبقى حلو باذن الله. افريقيا يا سعد. عايزين افريقيا يا سعد ويفرحك يا حبيبي كده ويفرحنا يا رب، وانتوا كنتوا احتفلوا ما تكسبوا عندنا في البلد.